مساء الخير على حضراتكم اجمعين. عدنا للجلسه الثانيه من امسيه الليله مع معالي الاستاذه الدكتوره عائشه عبد العال، وموضوع الدلالات الرمزيه للوحات الافراد في عصر الدوله الوسطى. بدات سيادتها في القسم الاول بعرض الاراء المختلفه عن شكل اللوحه ورمزيتها، ودي كاشكاليه من الاشكاليات، وايضا موضوع التاريخ الخاص باللوحات من خلال الطراز الفني للوحه، وانه هناك مجموعه من الاعمال السابقه بدأها طبعا لانج وشيفر في كتالوج المتحف المصري، وتبعها بمشروع مسيو ريكلا ولم يكتمل هذا المشروع، وكان في مشروع آخر للأستاذة ميتراد ولم يكتمل، ثم مشروع دكتورة عائشة عبد العال مع دكتورة ليلى عزام، والعمل شبه منتهي أو منتهي منذ بضع سنوات وينتظر النشر. وأنه الموضوع الخاص بأمسيتنا الليلة هو جزء من أطروحة معالي الأستاذة الدكتورة عائشة عبد العال. بدأنا للآراء الخاصة برمزية اللوحة، إنها مقسمة إلى 3 تسجيلات أو 3 ريجسترز، كل واحدة بتخصص لجزء من المقبرة كرمزية الدفن، بداية من مدخل المقبرة للسارة المستعرضة، ثم حجرة القرابين اللي بينزل منها إلى حجرة الدفن. ونواصل حاليا الشير من حيث توقفنا، والموضوع بتاعنا. تفضلي يا دكتورة مع حضرتك. زي ما كنا بنتكلم ان ازاي الفكره المعماريه للمقبره ادت الفكر الرمزي للمتوفى، واحنا وقفنا بالفعل عند اللوحه دي اللي احنا قلنا انها تقريبا كده تمثيل ثلاثي الابعاد للمقبره، او بهيئه اللي بنسميها احنا اللوحه النووسيه. هي هتنطق مدخل والجزء العلوي للمقبرة، ثم تمثيل صاحب المقبرة، ثم جزء داخلي في نيشة مصور عليها صاحب المقبرة في هيئة تمثال الكتلة. ننتقل للوحتين الاثنين سلايدز اللي بعد كده عشان نشوف يعني مع رأي بيزندورف، وهو برضو الرأي اللي أنا الحقيقة مقتنعة بيه، إزاي إن دكتور سقف حضرتك الجزء تحبي تعلقي على التفاصيل رسمة 2 و3 في اللوحة دي؟ على تفاصيل ايه؟ التفاصيل رقم 2 و3 في اللوحة دول، الشكلين الأوسط والأسفل، هل حضرتك تحبي تعلقي عليهم قبل ما ننقل؟ احنا قلنا ان اللوحه يعني دي من اللوحات القليله النادره جدا اللي منحوته من جميع الجهات في هيئه ناموس مجسد، او يعني ثلاثي الابعاد زي ما بنقول. فهي منقوشه، الجزء الامامي اللي هو في النص عبارة عن مدخل المقبرة بس جاي فوق، يعني فوق المدخل ده مع الجزء المقبل اللي بيمثل السقف، ثم الجزء اللي تحت اللي هو المفروض الجزء اللي خلف المدخل اللي هو هيبقى فيه المتوفى الجالس قدامنا. الجزء الثاني اللي هو على الشمال دوت بيمثل الجانب الداخلي من حجرة تقديم القرابين، فيها حملة القرابين أو المقدمي القرابين في الجزء العلوي، المفروض انهم يمين وشمال هيقدموها قدام تجسيد لصاحب المقبره اللي متصور هنا بقى بهيئه تمثال كتله كانه منحوت جوه نيشه جوه هذه القاعه. ودي برضو من الحاجات يعني القليله جدا جدا اللي ظهرت على لوحات فتره الدوله الوسطى. طبعا مع ظهور العينين واواني العطور، وكل جزئية من ديت ليها رمزية دينية وجنازية كبيرة جدا، لأنها في الآخر كلها هتحرك حواس المتوفى وتطلعه على ما هو موجود في الجانبين حتى يقدر إن هو يعود للحياة مرة أخرى. إحنا طبعا اتكلمنا عن الأخ والرن والبا والشن والكلام دوت في عرضا، فاحنا هنخلص الجزء ده ونوقف عند اللوحة الخاصة بالتصوير الأشهر للإلهة نوت ربة السماء اللي هو اللي بعد كده. كمان احنا اتكلمنا عليها برضو في المنظر اللي هيمثل الإلهة نوت كربة للسماء، وبتستند بإيديها ورجليها على الأرض أو على المعبود جب، وده الشكل الأسطوري اللي هيحوي الكون وموجوداته بين السماء والأرض.
ودوت اللي بتمثله اللوحة بالفعل، الجزء المخبي أو الجزء العلوي من اللوحة، وبيبقى متصور في كتير من اللوحات على شكل علامة بت اللي هي هتمثل نوت، وبعدين يمين وشمال اللي المفروض مكان إيد ورجل الإلهة نوت بيبقى متصور صولجان الواص رافع علامة السماء، ثم الجزء السفلي من اللوحة، وفي الأغلب بيكون بإطار مشابه خالص للإطار الأيمن هنا اللي أسفل أو واقفة عليه نوت، عبارة عن اللي إحنا بنسميه الخيزران، إطار مستطيل وفيه خطوط أفقية على مسافات متساوية، ده هيمثل الأرض أو الإله جبل. مين اللي موجود بين السماء والأرض؟ الكائنات والمخلوقات والأرواح وكل ما هو كائن في الوجود. فهي في الفكر المصري القديم المقبرة بالفعل مش بس القبر، مش بس بترمز إلى القبر وإلى وجود المتوفى حيث يبعث ويتحد مع أوزوريس، لا ده بيمثل الكون، يعني بيدينا هنا تمثيل أوسع بما يضمن عملية الولادة والبعث الأكيدة للي محتوى أو للي موجود بين السماء والأرض، زي ما كانت نوت وجب سبب في خروج كل الكائنات من الأسطورة من خلال هذا الاتصال اللي موجود، هيكونوا برضو من خلال اللوحة الرمزية اللي موجودة عندنا سبب في إعادة ولادة أو إعادة بعث وحياة للمتوفى اللي منحوت بشكل غائر أو بارز داخل هذا التجويف اللي بنسميه إحنا اللوحة أو الاستيلة بتاعتنا. بالنسبة لأهم المناظر اللي بتكون متصورة على جسم اللوحة، اللوحة اللي بعد كده يا دكتور، طبعا مش محتاجة إن أنا أعيد مرة تانية، كل جزء مصور ابتداء من شكل المتوفى بكل جزء هو لابسه، من أول الباروكة، القلادة الواسعة اللي لابسها، الشنديد، العصا، الصولجان، زهرة اللوتس اللي ماسكها في إيده، كل جزئية من ديت إحنا ممكن نتكلم فيها 3 شهور يعني. فكل جزء موجود عندي ليه رمزية ضخمة جدا جدا. أنا بس هاخد بعض النماذج يعني المهمة ثم النادرة اللي جات على اللوحات، لان زي ما قلت لكم الكلام ده كان شغل 7 سنين يعني، فمن المستحيل ان احنا نعرضه كده في عجاله، لكن هناخد اهم الاجزاء. المنظر الرئيسي دايما على جسم اللوحه هيكون المتوفى جالس او واقف احيانا الى مائده القرابين. جمعت بعض المناظر، طبعا كل منظر من دوت بيديني تاريخ معين، شكل الكرسي، الحظوظ والخطوط اللي في الكرسي، مدى ارتفاع ظهر الكرسي نسبة إلى المتوفى، كل دي عناصر تاريخية يعني. كل جزء من ده بقدر عن طريقه مع بعض الملامح اللي موجودة أقول ده أسرة 11 بدايتها ولا أواخرها ولا نصها 12 13 ولا عصر انتقال تاني، طبعا يعني دي شغل تاني خالص. إنما أنا يهمني هنا إن دايما هيكون المتوفى جالس إلى مائدة القرابين وبيمد إيده إلى المائدة، طبعا كلنا فاهمين الرمزية دي كويس جدا، وإزاي إن هو هنا هيستخدم القربان الرئيسي اللي موجود اللي هو في الجانب الأيسر ده اللي هو أنواع الخبز المختلف. الخبز بالذات ليه دلالة هامة جدا عند المصري القديم بل عند المصري الحديث لغاية دلوقتي. احنا ما بنقولش الخبز، احنا من الدول اللي ما بنقولش الخبز، احنا بنقول العيش. أو العيش عندنا اللي هو من عنخ من الحياة هو المسمى العام لكل أنواع العيش في حياتنا اللي هو العنصر الغذائي الأساسي، يعني ما فيش بيت في مصر، ما فيش بني آدم مصري العيش مش هو الدعامة الأساسية لحياته، بالتالي القربان الرئيسي كان هيبقى قدامنا العيش، سواء بقى العيش الزلوط، العيش الشمسي، العيش اللي ده، كل أنواع الخبز كل أنواع المختلفة هتكون متصورة عندنا. طيب يبقى أنا عندي هنا العيش اللي هو عندنا النعمة اللي هو العيش عند المصري الحالي،
اللي بيقول في الرسول عليه الصلاه والسلام بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن البني ادم يعيش على العيش بس، يعني لو خد كام لقمه هو يقدر يعيش ويستمر في حياته على العيش. عشان كده كان العيش مهم جدا في الفكر المصري. طيب يجي يقابلني على لوحه من اللوحات السلايدز اللي بعديها يا دكتور، نص بتصوير رائع جدا. اللوحة في أعلاها موجود، للأسف ما عنديش صورة ليها، مع يعني ما عرفتش أوصل ليها في المخزن. في أعلاها العينتين الوجات بينهم علامة الشن، وبعدين تحتيهم على طول السطر الهيروغليفي دوت مكتوب إيه؟ وين إن إك إرتي إك، بنفتح لك عينيك، إن إيه إن إك إن إك ليك أنت، يعني إحنا بنفتح العينتين ليك. إيم سن، إيم سن اللي هي بواسطة هذا الخبز اللي موجود. يبقى هنا استخدم المصري القديم على السلايس ديت، على اللوحة ديت، العيش كأنه أداة البسش كيف، وهو كان اسمه بالفعل من ضمن أسمائه بسش كيف، اللي هي الأداة اللي بيتم استخدامها في عملية فتح الفم في الطقوس الجنسية المعروفة. يبقى فتح عينيك بواسطتهم، بواسطة ايه؟ الخبز اللي موجود. يبقى حتى تمثيل الخبز ما هوش تمثيل يعني نقول ايه، تمثيل معتاد او تمثيل شعبي ولا كده، لا ده عنصر رمزي مهم جدا، لانه عن طريقهم هيتم اعادة الحياة، عن طريق التقدمة بتاعتها هيتم اعادة الحياة للمتوفى. طب ناخد اللي بعديها. اجمالا كده كل القرابين عندنا اسمها عين حورس، فهو لما بيقدم عين حورس او بيقدم القرابين للقاء بتاعه المتوفى اللي موجود عندي هنا، يبقى من المؤكد ان هو مره تانية هيرتبط بحورس، مره تانية زي ما كان حورس سبب في اعاده الحياه لاوزوريس عن طريق تقدمه العين السليمه او يعني مدار في الاسطوره، هيكون سبب مره تانية في ان الحياه تعود لهذا المتوفى. مرة تانية بقول إن كل فتفوتة في اللوحة من مناظر مختلفة، من ملابس، من شرات، كلها مرتبطة بعملية إيه؟ البعث والخلود. مرة تانية ناخد اللي بعديها واللي بعديها يا دكتور. الرسم هنا بيبين اللي بعديها برضو حضرتك، المناظر الأساسية اللي بتبقى في منطقة الاستدارة، وزي ما قلنا بشكل أساسي بقى مع النص الثاني من الأسرة الـ12 هيبقى عندي في منطقة الاستدارة الرموز اللي تحولت من رموز ملكية إلى رموز استخدمها العامة، اللي هي البحدتي أو قرص الشمس المجنح مقترن بعينتين الوجات. وأحيانا يشيل قرص الشمس المجنح ويحط حاجة غريبة جدا، يحط أنوبيس، يحط تصوير، التصوير سواء واحد أو مزدوج للمعبود أنوبيس مكان العينين. وعندنا من بعض النصوص اللي جت من منطقة السلخانة تحديدا ما يشير إلى أن أنوبيس كان ليه دور في إحضار الضوء، أو هو بديل لوجود الضوء، لوجود الإضاءة، زي ما هيكون قرص الشمس اللي عندي ده بيمثل الإضاءة في الجزء الأخير من المقبرة وحجرة الدفن، هيكون أنوبيس بيلعب نفس الدور. وده بيبين برضو ارتباط العناصر في مصر القديمة كلها مع بعضها، وإزاي اللي بيشتغل فن مش هيقدر يفهمه من غير ما يكون عنده خلفية جيدة للديانة والفكر المصري القديم، لأن كلهم بيخدموا غرض واحد، أو كل الشكل الرمزي هيخدم الغرض الديني والعقائدي مرة تانية. وفي بعض اللوحات كان بيخلي العينتين موجودين وفي الطرفين بتوعهم زي المنظر الأخير خالص شمال تحت، منظر لاتنين أنوبيس بشكل صغير في الجنبين. ده تأكيد بقى إيه إن الإضاءة عندي هنا هتكون دبل، يعني الراجل ده قبره منور زي ما إحنا بنقول، وإن قد يعني تشير إلى مدى صلاح هذا الشخص، وإنه هو من الناس اللي يعني عبروا الظلمات الخاصة بالعالم الآخر. ناخد اللي بعدها يا دكتور. مرة تانية العناصر المهمة قوي واللي شاعت بعد كده كانت وجود
العينتين ممكن ياخد جواها علامة النفر متكررة أكتر من مرة. الغريب إن يظهر في الطرفين بتوع منطقة الاستدارة أمون رع من فترة، يعني من نهايات الدولة الوسطى قبل ما ندخل بقى على، طبعا احنا عارفين أمون كان يعني ارتبط بنص الأسرة ال11 وبعدين شوية مع الأسرة ال12، لكن يشيع وجوده كرب رئيسي مع عصر الدولة الحديثة. لكن في بعض مناطق الجنوب وخاصة مناطق أرمنتو والمناطق المرتبطة بمعقل وظهور أمون في الصعيد، وجود اسم أمون وأمون رع برضو في هذه المنطقة هيبقى أحد مصادر الإضاءة اللي هتبقى موجودة، أو أحد مصادر الدعم اللي موجودة للمتوفى في العالم الآخر. ناخد اللي بعدها يا دكتور، دي لوحة فريدة يمكن مفيش حاجة قريبة منها. طبعا دي مش من مجموعة المتحف المصري، ديت من متحف فيينا من أبيدوس برضو، وفيها تمثيل غريب جدا، يعني المتوفى ملفوف في عباءة أزورية ومصور 3 مرات في الطرفين وفي قمة اللوحة، ثم قلب اللوحة نفسه الإطار الأوسط من اللوحة ممثل على علامة العنق. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي جابها لي وتحني فيها أستاذي الدكتور علي رضوان وأنا في المناقشة، يعني دي ما تعرضتش عليا إلا أثناء لجنة الحكم والمناقشة بالفعل. كان رأيي فيها الحقيقة إن أنا هنا المتوفى بيعمل عملية تجسيد للعلاقة اللي موجودة بين إيزيس وأوزوريس، اللي هي نتج عنها الحياة نفسه، واللي نتج عنها ولادة حورس بعد كده واستمراره كواريث لأبوه. وجودها في الجزء ده من اللوحة اللي هو هيمثل بقى من ناحية تانية قلب المقبرة، هيمثل إيه؟ هيمثل إعادة الحياة عن طريق الأطراف الممدودة من العنق دي لشكل المتوفى اللي موجود. مش بس كده، إحنا عندنا ما تبقى من أواني للإضاءة واللي موجودة في عصر الدولة الحديثة كان بعضها بيصور على هيئة علامة العنق، وبيخرج منها الإيد اللي بتشيل المشعل أو الجزء اللي منير، وبالتالي هي عملية بس إضاءة قوية جدا، وبس الروح بس الحياة للمتوفى اللي موجود عندنا. ناخد اللوحة اللي بعديها. اللوحة ديت احنا دخلنا كده عصر انتقال تاني، يعني تقريبا أسرة 14 هيبدأ بقى بدل منطقة الاستدارة ما فيها عينتين الوجات مع بعض المناظر، هيبقى العنصر الرئيسي المصور عندي بعد كده اللي هو قرص الشمس المجنح، ونزل منه الحيتين أو اللي هم الثعبانين اللي نازلين من جانبي قرص الشمس، ثم صيغة الحتب دينيسور. ايه بقى اللي موجود في المنظر الرئيسي هنا؟ غريب جدا، المتوفى جالس لمائدة القرابين ماسك اللوتس، قدامه مائدة القرابين عليها بعض الخبز، وراه وقدامه شخصيتين مهمين جدا، اللي وراه أمه واللي قدامه زوجته، وهنا تمثيل وتجسيد للجريد أو النائحتين إيزيس ونفتيس، واللي كان تجمعهم حول عند رأس قدم أوزوريس سبب في إعادة بعثه مرة تانية. المتوفى بتاعنا هنا عاوز يضمن إن اللي ولدته واللي كانت بعد كده استمرار لحياته وإنجاب لأبنائه موجودين معاه على اللوحة وراه وقدامه كتجسيد لعملية إعادة ولادته أو إعادة إحيائه مرة أخرى. ومرة تانية دي من المناظر النادرة جدا اللي اتوجدت في نهايات عصر الدولة الوسطى. من ضمن المناظر الفريدة برضو المنظر اللوحة اللي بعد كده، إن بدأ مع فترة نهايات الدولة الوسطى والعصر المتأخر تظهر عندي تجسيد أو تمثيل نادر منه عزفات القيثارة. يبقى هو هنا بدأ ياخد كمان جوانب دنيوية شوية،
إلى جانب الرموز اللي موجودة. هو هيحرك برضو حاسة السمع، لو افتكرنا مريروكا وزوجته اللي كانت بتعزف له في المقبرة وفي وضع أسري حميمي كده، يبقى أنا عندي هنا الموسيقى ليها دور مهم جدا وليها رمزية هامة، هي بتحرك حاسة السمع وبترتقي بالروح بالفعل. فهنا هو بيدعم الوجود المادي بقى ليه، يعني كأنه هو بقى بعث وعاد للحياة وبيستمتع بمظاهر الحياة مرة ثانية. المنظر اللي تحت ده منظر غريب خالص، وجاه على لوحة من الصعيد، وكانت عصر انتقال تاني، بتمثل محارب، ده مش ماسك الصولجان والعصا، ده ماسك زي درع وبلطة في ايده. يبقى أنا هنا في فترة، أو يعني ما يشير إلى فترة الاضطرابات والاختلاف اللي موجود، وإن أنا لازم هنا يبقى معايا سلاح علشان في مشكلة حاصلة في الدنيا لازم أدافع بيها عن نفسي، تجسيد للواقع اللي موجود بالفعل. نيجي ناخد آخر سلايس عندنا. هنا بقى برضو نهاية عصر انتقال تاني الحقيقة، يعني وهي المرحلة اللاحقة بالدولة الوسطى، وكانت من ضمن الشغل برضو اللي أخدته في الرسالة بتاعتي، وإزاي بعد كده هيبدأ المنظر الرئيسي يتغير من المتوفى جالس لمئات القرابين، المتوفى متعبد لمجموعة من الأرباب على رأسهم هنا، دي جاي من إدفو على فكرة، الإله رحور أختي، وظهر كتير في فترة عصر الانتقال الثاني بشكل كبير، ووضع الضواء أو وضع التعبد اللي بيقوم به هنا المتوفى أمام هذا المعبود، ودي برضو من الحاجات اللي كانت نادرة في فترة الدولة الوسطى عصر الانتقال الثاني، لكن هتشيع في عصر الدولة الحديثة، وهتبدأ برضو مع الشكل الملكي، يعني هيبقى الوضع الأساسي إن الملك بيقدم قربان أو بيتعبد أمام شكل إلهي، ثم هيبقى موجود بعد كده العامة أو الموظفين في الريجستر الثاني بيتعبدوا هم راكعين أمام نفس صورة المعبود اللي الملك متصور فيها فوق. إجمالا كده لو حبينا يعني نقول اللي احنا قلناه النهارده، احنا اتكلمنا عن تحديدا عن رمزية شكل اللوحة، ارتباطها كجانب معماري بالمقبرة وبالكون، عن ان المقبرة ديت نفسها، عفوا اللوحة نفسها، هي المكان اللي هيقدر المتوفى يبعث منه في صحبة حبيبه اللي هو عاوز يبقى معاه دايما ويدخل معاه الجنة اللي هو أوزوريس. في نفس الوقت ساب البادي بتاعه في المقر اللي هو كان عايش فيه وبيشتغل فيه، لأن زي ما هو كان بيؤمن وموجودة في بعض النصوص، البادي أو الغت أو الجتة للأرض، لكن الروح للسماء، الروح منطلقة، فهي اللي هتقدر تروح وتستمتع بكل ما هو موجود في معية أوزوريس. اتفقنا إن كل جزئية بما فيها لون الحجر، بما فيها نوعية الحجر، بما فيها الشكل المرسوم على اللوحة، بما فيها منظر المتوفى بلبسه بشراته بالرموز اللي ماسكها، كل ده ليها رمزية ودلالة دينية كبيرة جدا، كلها هتدعم في الآخر إن المتوفى ده يبعث ويعود للحياة مرة أخرى. اختلاف الخطوط، اختلاف شكل العين، العلامات اللي موجودة بين العينتين، العينتين مايلين ولا مستقيمين، كل ديت علامات أقدر أرخ بيها اللوحة بداية من نهاية عصر الانتقال الأول لحد عصر الانتقال الثاني. هي الحياة بالنسبة لي أنا كانت دراسة ممتعة جدا، حاجة بحبها جدا الفن المصري، كل جزئية فيها بتنطق حرفيا بتقول المصري بيفكر إزاي، عايش إزاي، وعايش في أنهي فترة، يعني الواحد بيعيش مع اللوحة ومع المنظر ويقدر يقول بسلاسة إلى حد كبير إحنا في أي أسرة، في أي فترة تحديدا. متشكرة جدا لحضراتكم.
وأرجو إن أنا أكون قدرت أوصل لكم يعني صورة مبسطة عن ما يخص بعض رمزيات ودلالات ما هو موجود على لوحات الدولة الوسطى، وإن كان زي ما قلنا كل جزئية من الرموز دي تحتاج لعدد كبير من المحاضرات أصلاً لشرحها وتوضيحها. شكراً ليكم وشكراً للدكتور باسم. شكرا لحضرتك معالي الأستاذة القديرة دكتورة عائشة عبد العال. زي ما حضراتكم شفتوا قد إيه العرض اقتدار مع سلاسة وإمتاع. أنا شخصيا اتعلمت منه كتير جدا. حاليا باب المداخلات مفتوح لحضراتكم، فأهلا وسهلا. أنا سايب العرض الصور عشان لو حابب يسأل على حاجة بعينها أقدر أجيب الشكل مباشرة، لو حد يرفع إيده أو يفتح المايك عشان أعرف أجهز الإمكانية لأخذ المداخلة. اللي يفتح المايك دكتور دكتورة باسم، رندا بليغ. دكتورة رندا، مساء أهلا الخير، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك دكتورة رندا، منورانا، اتفضلي. الله يخليك، مساء الخير يا دكتورة عيشة، مساء الخير يا دكتور باسم وللجميع طبعا، أهلا وسهلا بيكم. معلش أنا ما دخلتش من الأول، كان ليا سؤال بس على موضوع إن هو رمزية المقبرة في اللوحة أو التخطيط لها أو حاجة كده، يعني اختصار كده ازاي يعني اللي فوق مثلا ده الحتة المدورة ولا لو كانت مستطيلة تعتبر ايه؟ بص حضرتك يا دكتورة، في عندنا الرأي بتاع يونكر وفي جاكييه وفيفاندييه وأخيرا بيسندورف. فاندييه قال انتم مكبرين الموضوع والموضوع ملوش علاقة بأي رمزية، لكن الحقيقة من خلال تقسيمة المناظر وأحيانا بعض النصوص بالفعل أعتقد انه الجزء السفلي هي دايما بتكون متقسمه ثلاث صفوف. الجزء السفلي هيكون بيمثل المدخل بتاع المقبره، وفعلا احنا عرضنا للوحه في النص بتاع الريجستر السفلي في مدخل المقبره، واثنين واقفين بيهموا بالدخول بالفعل اللي موجوده قدامنا. بعد كده بندخل للصف اللي في الصف الاوسط اللي هيواجه في المقابر التخطيط الدوله الوسطى الردهه المتوسطه اللي بتبقى بين المدخل وبين حجره تقديم القرابين. وحجره تقديم القرابين الجزء المخبي اللي بيبقى منحوت في الصخر جوه بيبقى جزء قمته الى حد كبير مستديره، وبينزل بعديها بيبقى فيه البير الخاص بالدفن. فالحقيقه انا بميل للراي الخاص بانها بالفعل تجسيد للمقبره، وانها بتمثل زي ما قلنا مسقط راسي، وفي تجسيد مقبره اخرى تجسيد لمنظر راسي وافقي، ايوه اللي موجوده اللي احنا بنقول عليها احيانا اللوحه الناموسيه، عباره عن المقبره كامله قدامنا، يعني المدخل بالجزء المخبي والمنظر المتوفى يعني يتوسط هذه المقبرة، ثم منظر آخر من نيشة القربان اللي بتمثل الجزء الأعمق في المقبرة، والمتوفى له تمثال على هيئة الكتلة منحوت جوه النيشة ديت، والقرابين بتقدم ليمين وشمال. تمام، شكرا جزيلا. اتفضل. حضرتك دكتورة رندا بليغ، دكتورة إيمان أحمد نور الدين أبو بكر، أهلا بحضرتك، اتفضلي. مساء الخير دكتور باسم، مساء الخير دكتورة تأنيب. عائشة. أنا دكتورة ما عنديش إيمان. تساؤل، ازيك يا دكتورة عائشة؟ أنا ما عنديش نعم يا تساؤل، فندم. أنا عندي شكر للدكتورة عائشة. هي عرضت الأمر بطريقة سلسة ومبسطة جدا، يعني هي الأمور فيها ديانة وفن، فهي عرضتها بطريقة جميلة جدا. أنا أول مرة عن نفسي يعني أسمع التفسيرات دي، فأنا بشكرك جدا على المحاضرة الجميلة وعلى التفسيرات الجميلة اللي أنا أول مرة أسمعها وهستفيد منها إن شاء الله بعد كده. شكرا دكتور عائشة، شكرا يا شكرا جدا. دكتورة. شكرا دكتورة إيمان، أنا بضم صوتي تماما لحضرتك. الإمتاع والسلاسة مع صعوبة الموضوع وتعقده. لو في مداخلات تانية لو حد يفتح مايك عشان أعرف إن هو محتاج المداخلة. طيب
أنا شخصيا لغاية ما في حد، أوكي دكتور لعرج جبران من الجزائر، أهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى، أهلا بحضرتك. أخي الأستاذ باسم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. والله أنا دخلت مؤخرا، كنت عندي انشغالات، دخلت مؤخرا، لم أستمع إلى المحاضرة كلها تقريبا، لكن مع ذلك يعني جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم أنت وكل العاملين معك، وجعل كل ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتكم أخي الفاضل. شكرا جزيلا دكتور لعرك. شكرا لحضرتك، شكرا. العفو العفو. معنا استاذ احمد نبيل، فتح مايك تفضل، لو تعرفنا بس مساء الخير بنفسك. دكتور. مساء الخير دكتور باسم، انا احمد نبيل، مدرس مساعد في اثار القاهره. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، وبرحب بالدكتور عائشه وبشكرها شكرا جزيلا على المحاضره الرائعه دي. وكان بس عندي استفسار بسيط فيما يخص دكتور عائشه بتتكلم عن وجود رمز انوبيس على اللوحه، وقالت ان هو مرتبط بالضوء، فانا ما فهمتش النقطه دي، يعني ازاي ارتبط رمز انوبيس بالضوء؟ انا بس كنت ناوي اعرفه. من ضمن ألقاب أنوبيس النادرة جدا، وتقدر ترجع لها في كمان الرسالة بتاعت ويب وقود بتاع الدكتور أحمد عيسى، ومجموعة اللوحات بتاعت منطقة السلخانة، ودي مجموعة شهيرة جدا. من ضمن ألقابه محضر أو مجلب الضياء، فهنا ارتبط في عقل المصري القديم وجود الضوء بأنوبيس، وربطوا بالعينين اللي هما العينتين بالتفسيرات، العينين الكتيرة قوي أحيانا بنقول عليها أحدهم القمر والأخرى الشمس، وإنها مش بس هتكفل للمتوفى عملية إن هو يشوف، لا ده كمان هتوفر له الإضاءة. فهنا زي ما بنقول إضاءة دوبلة، يعني حط له أنوبيس جلب الضياء، وحط له العينتين اللي هما الشمس والقمر برمزيتهم الكتيرة التانية موجودة عنده في قمة اللوحة، عشان يضمن إن المتوفى ده يبقى منور، القبر بتاعه بقى منور ملعلع كده يعني، فالراجل داخل الجنة حتفي يعني، ما عملش حاجة غلط. وتقدر تمام يا دكتور، تراجعها في رسالة الدكتور أحمد عيسى عن ويب واوت. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور، وبشكر حضرتك تاني على المحاضرة الرائعة الله ديت. يخليك. وفي كمان مقالة للدكتور علي رضوان بالألماني عن نفس الفكرة. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك جزيل، شكرا جزيل الله الشكر. يخليك، اتفضل. شكرا أستاذ أحمد نبيل، منورنا. فاضل لنا 4 دقائق في الجلسة دي، فحابب لو حضرتك تسمحي لي بشوية تساؤلات بسيطة. في اللوحة الأخيرة موجود موجة المية، حرف أو صوت النون أسفل العينين، فإيه رمزيتها؟ ده سؤال. السؤال الثاني هو عن مادة اللوحة ورمزيتها وعلاقتها بالموضوع والألوان اللي بتستخدم في اللوحة. تمام. الموجة المية دي المية، والمية عندنا عنصر أساسي جدا للحياة، مرتبط بنهر النيل وعبور المحيط الأزلي الأولي اللي ظهر منه الخلق بالفعل في البداية، فهي رمز أزلي أو رمز للحياة الأزلية اللي من المؤكد هيخرج منها حياة جديدة، فدي تأكيد برضو على خروج الحياة مرة تانية. الحجر، المصري اساسا استخدم الحجر الجيري الابيض، وهنا الاستخدام كان بهدف البساطه، ان هو الماده الخام السهله الموجوده في كل حاجه. لكن هنجد ان هو بيطعم احيانا الحجر الجيري ده يعمل تلبيسه للوحه في اجزاء معينه منها بالحجر الرملي المحمر، ويخلي الجزء ده، ودي في بعض اللوحات النادرة الحقيقة، في الجزء الأوسط من اللوحة اللي هو هيمثل الروضة الرئيسية المقابلة للمقبرة، أو يحط فيها منظر اللي هو المتوفى جالس لمائدة القرابين، علشان ترمز مرة تانية لعملية إعادة البعث، ومع ارتباط طبعا اللون الأحمر زي ما احنا عارفين بالشمس، توفير الضياء، إعادة الحياة، وإعادة الولادة. احيانا نادرا بيستخدم الجرانيت، وده برضو نفس اللون المحمر نفس الفكره، لكن بتبقى في مناطق
متوفر فيها الخامة دي في مناطق معينة من البلاد يعني. كان تمام. ايه السؤال الثاني؟ هو كان السؤال الخاص بخامة الحجر واللون ورمزيته. تمام. الألوان ما اه ما سمعتش. حضرتك ذكرتيها. تمام. دلوقتي فاضل لنا حوالي دقيقة ونص، فأنا هستأذن حضراتكم عشان ممكن ما نلحقش ناخد المداخلة الأخيرة الأستاذة أو دكتورة دينا سليمان. هناخد راحة بريك 10 دقائق ونرجع تاني للمداخلات مع حضراتكم في جلسة أخيرة. بعد إذن حضرتك يا دكتورة عائشة. يعني ما كانش فيه، كان سؤال بسيط ونلحق نسأله يبقى في اوكي دقيقة. ويبقى طيب طيب براءة. سريعا، أستاذة دينا أو دكتورة دينا اتفضلي. سؤال سريع وإجابة سريعة. أوكي أستاذة دينا، دكتورة دينا، دينا سليمان. هي ممكن لو مش موجودة تكتبه وتبعته لي في أي وقت وممكن أرد على الجروب. تمام. ممكن أي سؤال متبقي يرسل على الجروب على صفحة المؤتمر الرابع، وطبعا دكتورة عائشة تتفضل مشكورة بالإجابة عليها. شكرا لجميع الحضور الكريم من أساتذة دكاترة ودكاترة وهيئة معاونة وباحثين ماجستير ودكتوراه وكل الحضور الكريم. شكرا لمعالي الأستاذة الدكتورة عائشة عبد العال على هذه المحاضرة القيمة والماتعة في نفس الوقت. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا، ليلة سعيدة متشكرة للجميع. لكم جدا ولكل الحضور، شكرا. شكرا لحضرتك.